يا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ملي السيد محافظ البصره المحترم الشيخ مسعد العيداني. شيخ، احنا جرح الجيش العراقي مظلومين محرومين مهمشين، لا حقوق ولا رعايه. احنا اليوم على مستوى محافظه البصره ناجلك باسم الانسانيه، اريد القابلك استاذ، اريد القابلك. احنا ظاهرنا ناشدنا وصلنا صوتنا بس ما وصلك يمكن بصوره صحيحه. احنا اليوم طالبين مقابلتك شيخ، احنا مظلومين، لا حد عندنا. مثل ما شوف جراحاتنا، ترى اكو بعد جماعه يعني بعد اصاباتهم اشد من عندنا. اليوم طالبين مقابلتك، احنا اصحاب حقوق خصوص قطع الاراضي مقاطعه 35، رادينها من الله ومن عندك. احنا امورنا جاهزه وكامله وبالبلديه وكل شيء على حسب الاصول، بس خايف يطلعونا بالمحضر. بالمحضر شيخ، تدخلنا بالمحضر. اخر توزيع وزعته جرح الجيش العراقي بال 2018، بعدها ما وزعت. رادينها من الله ومن عندك تدخل بالمحضر. اسمعنا، موجوده بيدي شط العراق وضيفنا بالمحضر، حالنا حال الوادي. احنا جرح الجيش العراقي، والله يبارك فيك ورحم الله والديك. كراما كراما لهذه التضحيات، مو من المعقول انا اليوم انظر لي وضحت ايده بشمامي وقعد بالتجاوز يصير؟ بل اي والله ما يصير، والله قاعد بالتجاوز بكل كلام، والله العظيم مو من المعقول هذا التمثيل الراح وهذا، يعني قاعد انا حام عليها ما عندي شغل ما عندي شو صاير عنه، والله ما صاير. احنا ما طالبين غير حقوقنا، هي بس حقوقنا قطعة الارض، واحنا اليوم امام دار استراحة استاذ، طالبين مقابلتك. والله يرحمك.